بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا، أكيد في الألعاب الأخرى والنصف الأول من حلقتنا بمجموعة من الأخبار. الحقيقة النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والتقارير إن شاء الله تنال يعني إعجاب حضراتكم. النصف الثاني الحقيقه هيكون معانا فقره ليها علاقه طبعا بالكره الطائره، زي ما حضراتكم عارفين في اطار حرص مجلس اداره النادي الاهلي في دعم العابه المختلفه مش بس كره القدم، وزي ما حضراتكم تابعتم السنه اللي فاتت واللي قبلها يمكن احنا عندنا الفرع كره الطائره رجال يعني في هزه شويه، ما بنطلعش بموسم صفر نهائي ولكن مش ده المستوى دايما اللي احنا متعودينه من الماسترز او الاساتذه لكرة الطائرة، زي ما يعني لقب هذا الفريق بنتائجه الكبيرة سواء أفريقيا أو محليا. فكان يعني مجلس إدارة النادي الأهلي شاف أنه يعني لابد من يحصل تغيير في الجهاز الفني، مع كل التقدير طبعا والاحترام لكابتن محمد مصالح حميد والمدير الفني السابق اللي حقق مع الفريق بطولات كثيرة، فبدأ يحصل يعني زي ما تفاوض مع بعض المدربين مع استعراض بعض السير الذاتية إلى أن تم اختيار المدير الفني الحالي منذ تقريبا 3-4 شهور فرناندو مينيوز المدير الفني الأسباني. تولى المسؤولية في هذا المدرب أو هذا المدير الفني في بداية الموسم، اشتغل معاهم. احنا دايما عندنا سياسة في برنامج الأبطال، احنا دايما بننتظر على المديرين الفنيين بعض الشيء عشان نبتدي نستضيفهم، على الأقل تكون الرؤية اتضحت، يكون حكمه على الفريق بشكل كبير اتضح، نقدر نعرف خطته واستراتيجيته الفترة الجاية شايفها ازاي. بيبقى مهم جدا ان احنا نسيب فترة بعد تولي المدير الفني عشان يكتشف الفريق ويحط له خطة متكاملة، وبعد كده يكون اللقاء، وهنا يأتي اللقاء. النهارده هيكون معانا ان شاء الله مستر فرناندو مينيوز المدير الفني الاسباني، وخليني اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها عن هذا المدرب. يعني دايما النادي الاهلي بيدور على المديرين الفنيين يعملوا الفرق، زي مستر ديفيد في كرة اليد كان مدرب منتخب اسبانيا، ونفس الكلام بالنسبه لمستر اجوستي بوش. يمكن مستر اجوستي بوش لم يعني ما يمرنش منتخب اسبانيا ولكن نجح بشكل كبير داخل مصر، ونجح كمان قبل ما يجي مصر جوه اسبانيا، كان مساعد مدرب في برشلونه او ريال مدريد حاجه زي كده على ما اتذكر، يعني سيفيهات بتبقى كبيره ومحترم. مستر فرناندو اللي الناس كتير ما تعرفوش انه كان المدير الفني للمنتخب الاسباني على مدار 9 سنوات متتاليه من 2011 ل 2020، وحصل معاه على الكثير من البطولات. انا بتكلم هنا على مستر فرناندو مينيوز المدير الفني الاسباني للكره الطائره الرجال، وخلينا استعرض مع حضراتكم مثلا جزء من بطولاته واللي شارك فيها مع او اللي تولى فيها مساله منتخب اسبانيا. يمكن هو درب المنتخب اسبانيا زي ما قلت لحضراتكم من 2011 ل 2020 خلال تدريبه لاسبانيا، دايما في العادي يعني مع اي منتخبات في اوروبا بيسمحوا للمدير الفني انه يمسك منتخب ومع نادي، مش زي مصر. مصر بتشترط او الاتحادات في مصر دي الفلسفه المصريه، وكل اتحاد او كل اداره رياضيه بتشوف اللي يناسبها، انما في اوروبا وفي اسبانيا تحديدا بيسمحوا لاي مدير فني في الالعاب الاخرى انه يمسك المنتخب وفي نفس الوقت يدرب احد الانديه، مش لازم تبقى اسبانيه، ممكن تكون انديه اوروبيه. مستر فرناندو تولى مسؤوليه فريق أنقرة التركي خلال من 2013 ل 2017، يعني تقريبا 5 سنوات، 13 14 15 16 17 تولى المسؤولية الفنية لفريق أنقرة بالتوازي مع منتخب أسبانيا. درب كمان منتخب بلجيكا من 2020 ل 2022 قبل ما يجي على طول إلى النادي الأهلي، يعني هو تاريخه كله مع المنتخبات ومع الأندية كمان. درب منتخب بلجيكا، خلال تدريبه المنتخب بلجيكا درب أحد أكبر الأندية الأوروبية في الكرة الطائرة رجال وهو دينامو بوخارست الروماني، واستمر معهم لغاية 2023 قبل ما يتعاقد مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي. النهاردة بنتكلم على سي في محترم جدا، على مدير فني له خبرة كبيرة جدا مع المنتخبات وله خبرة كبيرة أيضا مع الأندية، فالنهاردة بنتكلم مع فاليو وقيمة إن شاء الله تضيف للنادي الأهلي، وده النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وطبعا نائب الوزير، نائب مجلس الاداره، نائب رئيس مجلس الاداره المعالي الوزير العمري فاروق، اللي طبعا اكيد بنتمنى له الشفاء وكل مره هنقدر ندعي له لغايه ما ربنا ان شاء الله باذن الله يشفيه ويعود لنا بالسلامه. كل المجلس بالكامل هنا، التعاقد مع الاجانب او التعاقد مع مديرين فنيين لابد ان يجي يعمل الفرق، ما اجيبش اجنبي او اجيب محترف او مدير فني زي اللي عندي، يبقى انا ما عملتش حاجه وما ضفتش فاليو للفريق، وهي دي قمه الاداره الرياضيه او قمه النجاح للاداره الرياضيه. طيب ايه تاني
فاز مع منتخب اسبانيا ببطولات عديده، منها فضيه الدوري الاوروبي في سلوفانيا 2011، فاز ببرونزيه الدوري الاوروبي في تركيا في 2012، فضيه دوري البحر الابيض المتوسط في تاراجونا في 2018. يعني اشتغل مع، وطبعا شارك بقى، انا بتكلم على البطولات اللي خدها، شارك مع فريق منتخب او منتخب اسبانيا في العديد والعديد من البطولات اللي كانت في خلال هذه الفترة. إذا احنا بنتكلم على سي في محترم، مدرب له خبرات كبيرة، إن شاء الله يستطيع أن يعمل الفرق زي ما عمله مستر يعني ديفيد وزي ما عمله كمان مستر أجوستي. ده هيكون ضيفنا في الفقرة الثانية، ونتكلم معه مع الفرقة، هنتكلم معه عن كل شيء، هنتكلم معه عن الفريق، نقاط القوة اللي شافها الفريق، نقاط الضعف، إيه الاستراتيجية اللي هو حاططها، هل كل مركز عنده في وفرة من اللاعبين، شايف ازاي الدوري المصري، هنتكلم معه في كل حاجة، في كل حاجة هتبقى في النصف الثاني من حلقتنا بإذن الله. احب انوه عن حاجه، ان شاء الله قناه النادي الاهلي باذن الله هتذيع ابتداء من بكره بطوله استادات الدوليه لكره اليد في نسختها الاولى. هذه البطوله بتتنظم لاول مره، هيشارك فيها منتخبات كبيره اوروبيه على مدار 3 ايام ان شاء الله، يوم 12 يوم 11 و12 و13، يعني بكره وبعده وبعده. المباراه هتلعب على استاد القاهره الصاله رقم 2، مشاركه منتخبات مصر والمجر ورومانيا، منتخبات الشباب تحت 20 سنه اللي ان شاء الله عندهم بطولة عالم هذا الموسم، ومش بس كده كمان، يعني عندهم كمان احتكاكات قوية خلال الفترة الجاية عشان كل الفرق دي بتشتغل على نفسها. بيقود منتخب مصر كابتن طارق محروس، طبعا اكيد بنحيي شركة استادات على هذا يعني الانجاز الرياضي الكبير، استضافة مصر لهذه البطولة اكيد هيكون داعم لفرقنا، وزي ما كانت شركة استادات موجودة في طول الوقت والزمان والمكان في دعم منتخباتنا، ده دور مهم جدا بتقوم به الشركة في هذا الاتجاه. احنا منتظرين بإذن الله المباريات هتتذاع على شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا نستعرض مع حضراتكم المباريات ومواعيدها عشان حضراتكم تبقوا عارفين هيكون ايه المباريات. عندنا أول مباراة بكرة هتبقى ما بين المنتخب المصري ومنتخب رومانيا، هتكون في تمام الساعة 6:00 مساء، وأكيد هيكون قبلها بساعة الاستوديو التحليلي إن شاء الله على قناة النادي الأهلي. اليوم الثاني إن شاء الله اللي هو هيكون يوم الجمعة، هيكون مباراة المجر ورومانيا، وهتكون في تمام الساعة 6:00، وأيضا هننقلها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيكون الاستوديو التحليلي قبلها بساعة تقريبا على الساعة 5:00. اليوم الثالث إن شاء الله هتبقى المباراة الأخيرة، وهي المجر ومنتخب مصر، وفي نفس التوقيت أيضا هتكون الساعة 6:00 مساء، وهيكون الاستوديو التحليلي قبلها بساعة إن شاء الله الساعة 5:00. وزي ما وعدناكم على قناة النادي الأهلي، إحنا دايما هنكون جنب يعني أبطالنا، مش بس أبطالنا في النادي الأهلي، أكيد طبعا كل الدعم لرجالنا ولاعبينا في النادي الاهلي، ولكن زي ما قلنا دايما ان اسم مصر هو الاسم الاكبر وهو الاسم الاهم لينا، وهو المظله الكبيره اللي طبعا بتجمع كل الانديه، والنادي الاهلي اكيد يعني احد هذه الانديه واللي بيشارك بدور كبير، وقناته النهارده بتشارك بدور كبير عشان تنقل لحضراتكم مباراه منتخب مصر ان شاء الله. كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه لمنتخب مصر. هنروح لاخبارنا، هنبتدي بالخبر الاول وهو منتخب مصر لكرة اليد اللي بيستعد لبطولة افريقيا، ولا تقاوم على ارض مصر في الصالة رقم 1 باستاد القاهرة في الفترة من 17 ل 27 ديسمبر. اكيد طبعا تم اختيار هذه الفترة عشان تبقى فترة مناسبة، عشان تبقى بالتوازي مع فريق منتخب مصر لكرة القدم. المباريات هتقام ان شاء الله على زي ما قلت لحضراتكم على صالة كبيرة، صالة رقم 1 في استاد القاهرة، بعد طبعا ما تجهزت وتم يعني صيانتها بشكل جيد عشان تستضيف البطولة. منتخب مصر ضم سداسي اهلاوي، طبعا المدير الفني يعني مدير فني المنتخب الاسباني استقر على السداسي الاهلاوي، وكده يكون السته اللي شاركوا في الدوري الذهبي في اوروبا هم اللي هيشاركوا، ما استبعدش منهم حد، منهم ابراهيم المصري، عبد الرحمن فيصل، احمد عادل، محسن رمضان، احمد هشام سيسه، واحمد خيري. ده السداسي اللي شارك في الدوري الذهبي واللي اتلعب منذ ايام في الدنمارك وحقق في المركز الثاني منتخب مصر يعني بعد خساره منتخب الدنمارك. طيب مين مدير الفني؟ مستر خوان كارلوس باستور، المدير الفني الاسباني لمنتخب مصر، ده اول تجربه واول اختبار للمدير الفني. مين مجموعتنا؟ مجموعتنا غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل. عايز اقول لكم انه مش البطوله طبعا مش هتبقى الفاينل هو الاقوى، ولكن بعد حساباتنا وبعد ما عملنا تبادلنا وتوافقنا، لان ان منتخب مصر هيقابل منتخب تونس في قبل النهائي، اقوى فرقتين موجودين في البطوله، يبقى النهائي هيكون مبكر شويه في قبل النهائي. ما تفرقش حاجة، أنت عايز تكسب بطولة يبقى لازم محتاج تكسب كل الفرق اللي هتقابلها، سواء في قبل النهائي، في الثمانية، في النهائي، لازم تكسب إن شاء الله. وطبعا البطولة اللي هيفوز بهذه البطولة أكيد هيبقى يعني حدث كويس، ومنتخبنا هو حامل لقب البطولتين الأخرتين في هذه البطولة.
بعد الفوز على تونس في نسخة 2020 وبعد والرأس الأخضر في النسخة الأخيرة اللي اتلعبت في صيف 2022 بالقاهرة. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ويتأهل بناء على هذه البطولة إلى كأس العالم أو بطولة العالم لكرة اليد اللي بتتعمل كل سنتين، وده يمكن كل اتحاد دولي بيعمل اللي شايفه. يعني الباسكت عنده كل أربع سنوات كأس العالم، ولكن في كرة اليد بيعمل كل سنتين بطولة عالم، وكأس العالم بيكون كل أربع سنوات. ده فكر الاتحاد الدولي طبعا، ومش محتاج أفكر حضراتكم أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هو الدكتور حسن مصطفى. هنروح لفريق الرجال لكرة السلة واللي بيمر بطبعا ظروف صعبة أكيد طبعا لا تخفى على الكل، إصابة أكيد عمرو زهران، عندنا إصابة كمان مؤمن خيري، ولكن طبعا الفريق زي ما حضراتكم شايفين لعب مباراة مهمة مع الطيران واستطاع انه يفوز. زي ما انتم شايفين مؤمن خيري في أرض الملعب، سوري أنا آسف، محمد خيري لاعب الشباب بيلعب النهاردة في أرض الملعب، يعني مستر أجوستي اتضح رؤيته خلاص سيتم الدفع يعني بالشباب بقوة خلال الفترة اللي جاية. وخليني أقول لكم إيه الاستراتيجية اللي احنا قدام محمد خيري، اتمنع تماما، خليني أقول لكم اتمنع تماما من اللعب مع قطاع الناشئين تماما. يعني هو كان بيلعب مع 18 ومن صعد بيلعب مع 20، ولكن مستر أجوستي وده كلام 100% صح 100% صح، النهارده انت لما تلعبه في قطاع الناشئين انت معرض ان انت يتصاب، انت النهارده ما عندكش اوبشن ان اللعيب يغيب. ده محمد خيري رقم 9 ومستر اجوستي بوش واضح الثقه الكبيره اللي نزله في يعني في الستارتنج فايف، اكيد حاجه كويسه. اصابه عمرو زهران، اصابه مؤمن خيري النهارده بتحط الفريق في يعني ازمه كبيره. طيب المباراه دي كنا لانها حضراتكم زي ما شايفين على شاشه قناه النادي الاهلي واتلعبت اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل، المباراه الثانيه هتكون بكره الساعه 4 العصر، غالبا مش هنقدر ننقلها لان طبعا هتكون بنفس التوقيت ونفس الميعاد مع مباراه منتخب مصر او بطوله السادات الدوليه الاولى منتخب مصر 20 سنه، هتبقى الساعه 6 باذن الله. فاكيد مباراه الطيران بكره مش هنزاحها، بس نتمنى التوفيق. المباراه دي بتتلعب بيست اوف 3، يعني انت يوم ما هتكسب المباراه اللي جايه خلاص انتهى، مش محتاج تروح للمباراه الثالثه. كل التوفيق لفريق الرجال لكره السله. فرقتنا طبعا لغايه دلوقتي محققه بطولتين وهم كاس السوبر المصري ودوري المرتبط، ولكن البطوله النهارده في اختبار صعب. كاميرا الابطال كانت موجودة في قلب هذا الماتش، صورنا التقييد ده مع الجهاز الفني واللاعبين، نتفرج على التقييد وارجع لحضراتكم تاني. طبعا الحمد لله على مكسب النهارده، ابتدينا هو زي ما قلتي فترة توقف كبيرة، ابتدينا الحمد لله مع لعيبه المنتخب الحمد لله رجعوا لنا بالسلامه، عندنا اصابات كتير، عمرو زهران، مؤمن خيري، النهارده الحمد لله عزب اول ماتش ليه بعد فتره طويله، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نجمع يعني اللعيبه وناخدها بقى واحده واحده. النهارده الحمد لله الماتش اخدناه واحده واحده، يمكن ما لعبناش مع بعض من ساعه ما لعيبه المنتخب رجعوا، دي فرصه كويسه، هي الماتش النهارده لعبنا مع بعض، لسه بكره وعندنا ماتش كمان ان شاء الله يوم الخميس، ونبتدي بقى باذن الله الريجولر سيزون ماتشات الرايح جاي. طبعا هو يعني كل الماتشات اللي احنا بنلعبها احنا مالناش دعوه بنلعب مين، احنا بنلعب يعني الفرقه اللي بتنافس على البطل دايما بتبقى هي ادائها هي المؤشر، مالناش دعوه بنلعب مين. فواحده واحده بناخد الماتشات، كل الماتشات صعبه، ما فيش ماتش سهل سواء الاول او الثامن بعد الترتيب يعني اللي هيتعمل، فكل ماتش ليه اهميته، كل ماتش ليه تجهيزاته، فما ينفعش ان احنا نبقى نازلين في استرخاء كده في الاداء، فدي مهمه جدا في الطريق المشوار الطويل بتاعنا. الحمد لله على المكسب اول حاجه، تاني حاجه زي ما انت قلتي غياب بقى لنا شهر، بس احنا في خلال الشهر ده كنا بنستعد وكنا بنتمرن كل يوم يعني عشان نعد لبدايه الدوري. الفترة فاتت كان عندنا إصابات، عندنا عمرو زهران، عندنا مؤمن خيري يرجعوا بالسلامة إن شاء الله، بس عندنا النهاردة رجع لنا عمر عزب وسيف سمير في الطريق، فالحمد لله يعني الغيابات ما بتبقاش مؤثرة قوي، إن إحنا عندنا ناس كتير بتعوض النواقص، فالحمد لله. وإن شاء الله عندنا ماتش يوم الخميس نقدر إن إحنا برضو نقدم نفس الأداء وناخد خطوة إن إحنا نحط رجلنا في دوري السوبر في اللي رايح جاي، الماتشات رايح جاي، فدي اول خطوه، فان شاء الله الخطوه الثانيه يوم الخميس ان شاء الله. هو طبعا زي ما انت قلتي احنا يعني مرحله مرحله، ان الماتش اللي جاي هو الماتش اللي يأهلنا ان احنا نلعب مع الثمانيه الكبار،
بعد كده طبعا مفيش ماتش سهل وماتش صعب، اي فرقه ممكن تكسب اي فرقه، اتحاد، سبورتنج، سموحه، جزيره، زمالك، كل الفرق ليها احترامها طبعا، وكلها فرقه بتنافس على الدوري. فاحنا كل مرحله ليها حساباتها، فان شاء الله نعدي يوم الخميس الاول، وعلى كده المرحله اللي بعديها في دوري السوبر هيبقى ليها حسابات ثانيه ان شاء الله. بالظبط، احنا بعد ما حضرتك قلت رجعنا من المنتخب اتمرنا بس مع الفريق، بس رجعنا يعني لقينا ما شاء الله منتورين كويس وكلهم جاهزين وفورمه كويسه، اتمرنا تمرينتين وحضرنا اليوم كويس اللي احنا بنحضر لكل الماتشات زي بعض، ظهرنا مظهر كويس وكل الناس لعبت النهارده. عمر عزب رجع من اصابه طويله، مبسوطين ان هو خف وبقى معانا، يعني ان شاء الله نطلع واحده واحده لحد ما نبتدي الرايح جاي ان شاء الله يوم 17. اكيد طبعا عمرو لعيب مؤثر معانا في 3 سنين اللي فاتوا، ومؤمن برده لعيب كويس جدا، بس مؤمن يعني هيلحق معانا ان شاء الله، ممكن ما يلعبش بس دور الذهاب كده كده الدوري هيقف تاني شهر 2 شهر، فلما يرجع الدوري ان شاء الله هيبقى موجود معانا. عمرو خلاص الموسم بتاعه انتهى، بنتمنى له الشفاء ويرجع ان شاء الله من اول الموسم الجاي يعني احسن من الاول كمان. وفي سيف كمان، سمير لسه مصاب بس خلاص يعني سيف من بكره ابتدي يتمرن معانا تدريجي، ما اعرفش ممكن يشارك لو جزء بسيط زي عزب الماتش الجاي، بس من اول الرايح جاي ان شاء الله هيكون موجود معانا. الجميل لما تلاقي الفرقه حاسه باللي هي فيه او حاسه بالازمه، وتلاقي كلهم بيتكلموا، يعني اللعيبه مش سامعه بعض في اللقاء، يعني هتلاقي يعني مروان سرحان وهو بيتكلم على المصابين، واتكلم ان عزب رجع وسيف سمير في الطريق فده هيعوض شويه، يعني اللعيبه عايشه في القصه. النهارده زي ما حضراتكم شفتم في الخلفيه ورا عمرو الجندي كان موجود فريق الشباب كله تحت 18 سنه، هتلاقي عمر موجود، عمر عصام، هتلاقي عبده موجود، هتلاقي محمد خيري، يعني المجموعه اللي 18 سنه النهارده مستر اجوستي بيدخلهم. طيب الحاجه الثانيه، انت النهارده عندك فرصه ان انت تقف باللعيبه دي على رجليها. ليه؟ انت عندك 14 مباراه تلعبهم في دوري السوبر ما لهمش غير دور ترتيب، يعني ما لهمش اي فايده غير انت بتترتب، فانت خدت اول تاني تالت مش فارقه، يعني انت النهارده محتاج تكسب اللعيبه دي عشان لما توصل للفاينلز او للبلاي اوف تبقى انت جاهز وعندك البنش بتاعك، لان زي ما قلنا النهارده مؤمن مش اكيد هيلحق النهايات، وفي نفس الوقت عمرو زهران صليبي فهو تقريبا الموسم بالنسبه له انتهى. فالنهارده انت محتاج زي ما بيعمل مستر اجوستي، هو فاطن لده واللعيبه فاطنه لده. عمر عزب رجع فهيغيب، هيعوض غياب واحد من اثنين، وكمان سيف سمير كمان هيخش معانا، بس اكيد انت محتاج اكتر واكتر عشان تبقى فرقتك فيها سكواد كامل. طيب هنروح لكره السله سيدات، وكان عندهم مباراه دور الثمانيه في كاس مصر مع نادي الطيران ونادي التامين، انا اسف، واستطعنا ان احنا نفوز وبفرق كبير الحمد لله بنتيجه 98-34، وبناء على الفوز ده تاهلنا لقبل النهائي كاس مصر. اللي بتكلم عليه ده هو ماتش دور الثمانيه في كاس مصر، و تأهلنا لدور قبل النهائي في كأس مصر، ولكن مش هيستأنف في القبل النهائي، هنستأنف في دوري السوبر. عندنا أول ماتش مع نادي الزهور في دور الترتيب الثمانية يوم السبت اللي جاي على صالتنا الصغيرة، صالة الشهداء. خلاص السيدات سابقة بخطوة، هم بدأوا خلاص الدور الترتيبي أو الدوري الترتيبي في دوري السوبر، 8 فرق بيلعبوا رايح جاي ب 14 مباراة. هم بدأوا أول ماتش ليهم مع الزهور بإذن الله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين فرقتنا لسه محققه بطولتين، هما السوبر المصري وبطوله القاهره، بيقود الفريق كابتن طارق خيري. الحمد لله الفرقه بشكل عام في يعني ثبات في المستوى بشكل كبير. عندنا الافضل والاحسن، ولكن لسه الاختبار الحقيقي اللي هو دوري السوبر وكاس مصر، واكيد هيبقى مع نادي سبورتنج، يعني بالبديهي كده فاينل دوري المرتبط، فاينل دوري السوبر اكيد مع سبورتنج، وايضا هيكون كاس مصر مع سبورتنج، يعني كلاكيت يمكن ثالث او رابع مره هذا الموسم. كل التوفيق لفريق كره السله سيدات. هنروح لكره الطائره رجال، واللي طبعا ضفنا في الفقره الحواريه هيكون المدير الفني مستر طبعا فرناندو، المدير الفني الاسباني. الفريق ده كان عنده ماتش مع سموحه. طيب في ايه الماتش ده؟ الدوري اتلعب مجموعه اولى، وبعد كده انت تاهلت، تاهل منها ثلاث فرق، وبعد كده بعد الثلاث فرق ده تأهلت بعد كده للمجموعه الثانيه، هيكون معاك سبورتنج وبتروجيت وسموحه والترسانه والقناه بالاضافه للنادي الاهلي. هتلعب الفرق اللي انت ما لعبتهاش، بس هتلعب سموحه والترسانه والقناه. كان عندنا مباراه مع سموحه مهمه. طبعا ليه مهمه مباراه سموحه؟ لان ده يعتبر برضو من المباريات القويه، المباريات الجامده، خاصه اللي بيقودها الكابتن اشرف رشاد المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وهو مدير فني كويس وكفء يعني. فاذا هنا فريق كويس، فريق يعني فيه شباب كتير، فكان مباراه مهمه مع سموحه. فزنا 3-0، وبالمناسبه المباراه دي طبعا اتنقلت على شاشه قناه النادي الاهلي، وكانت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. 3-0 النادي الاهلي. الاشواط جاءت كالاتي: 25-19، 25-15، و25-15
15 جاء تفوق كبير للنادي الاهلي فيه. فرقتنا هتلعب في الجوله اللي جايه مع نادي سبورتنج في اسكندريه، وهتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، وده هيكون وده هيكون اختبار كويس نقدر نقيس بيه قوتنا شويه، لان نادي سبورتنج هو وصيف المجموعه برصيد 16 نقطة، وفي المباراة الأولى لينا كانت مع نادي القناة واستطعنا الفوز برضو، فكده إن شاء الله ماشيين بخطة كويسة. احنا بنتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة. كاميرا الأبطال كانت موجودة في هذا اللقاء، سجلنا التقرير ده ونطلع لفاصل بعد التقرير وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله من بداية الموسم واحنا معنا الكابتن فرناندو مظبط لنا الجداول، كل اسبوع بيبقى معنا جدول، يعني عارفين احنا من اول الاسبوع لاخر الاسبوع نمشي ازاي وماشيين ازاي، وعارفين احنا نازلين نتمرن ايه، يعني واللي عنده اخطاء بيبقى في تمرين انديفيدوال بنركز عليها، زي مثلا احنا النهارده الصبح كان علينا تمرين كل واحد ركز على الحاجه اللي عايز يعليها، على المهاره اللي ناقصه عنده شويه، والحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش. يعني طبعا الف مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وماتش النهارده كان ماتش قوي جدا قدام فرقه قويه، فريق سموحه بتنافس على الدوري برده السنه دي والسنين اللي فاتت دي كلها، فطبعا احنا محضرين الماتش كويس جدا الفتره اللي فاتت دي، ودايما بنشتغل طبعا مع الجهاز الفني على نقاط ضعف الفريق الثاني، والحمد لله قدرنا نستغل نقط ضعفهم والحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله ان شاء الله. طبعا الله يبارك فينا جميعا، والقناه منوره بالاستوديو، فطبعا يعني الحمد لله بدايه قويه لينا من المباراه اللي فاتت مباراه القناه، كنا واخدين 3 أيام راحة، كنا واخدين أسبوع مفيش ماتشات، فقدرنا ماتش المدرب معانا كل تمرينة كل ماتش لازم نبدأ واحدة ونقلل أخطائنا، فدي يعني حاجة كويسة جدا، وطبعا هو بيدينا الحافز القوي جدا اللي هو بيحمسنا في الملعب، اللي احنا أي ماتش أي مباراة مفيش فرقة سهلة، كل الماتشات قوية. طبعا عدينا ماتشات القناه الحمد لله، ماتش القناه الحمد لله فوزنا 3-0، والنهارده مباراه سموحه يعني كويسه، فرقه كويسه محترمه جدا طبعا، فالحمد لله قدرنا نحسم الفوز وكسبنا 3-0 الحمد لله. برحب بيكي وبرحب بقناه النادي الاهلي. احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا فتره بنتمرن صبح وليل، بنجهز الماتشات، ماشيين خطوه خطوه ماتش بماتش، الحمد لله النهارده لعبنا، بنحاول نطبق الشغل بتاع مستر فرناندو، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشات الجايه، يعني بنستعد ان شاء الله ماتش بماتش، وخلصنا النهارده سموحه، عندنا ماتش جاي ان شاء الله سبورتنج، ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي. احنا قبل الماتش بيكون عندنا في زي خطه بنعملها للتيم كله، بنلعب على نقط الضعف بتاعت الفرقه اللي قدامنا، بنحاول نقط القوه بتاعتهم نحاول نوقفها عن طريق السيرف عن طريق البلوك، شغل كله خططي مع الراجل، والحمد لله زي ما انت شفت يعني الحمد لله بنقدر نمسك يعني نقط القوه بتاعت الفرقه اللي قدامنا يعني الحمد لله. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لفريق كره الطائره سيدات، واللي كان عنده مباراه اول امبارح مهمه مع نادي الشمس في الجوله ال 12 في المجموعه الاولى، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. المباراه كانت اقيمت على صاله الشهداء زي ما حضراتكم شايفين في اللقطات دي. النتائج الاشواط جت 25-15 25-18 25-16، بيقود الفريق طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين، اكيد طبعا الفريق ماشي بشكل جيد حتى الان، فوز في كل المباريات برصيد 42 نقطة، يعني منفردا بالصدارة. عندنا طبعا الدوري هتوقف شوية بسبب تنظيم مصر تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية داخل الصالات، واللي هتكون في الفترة من 22 ل 29 يناير، يعني الدوري هيقف بتاع أسبوع تقريبا وبعد كده هيستأنف تاني. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب الماتش، صورنا التقرير ده مع الأجهزة مع الجهاز الفني واللاعبات، أتفرج مع التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. والله احنا بقالنا فتره المفروض الماتش ده كان يتلعب قبل كده، بس عشان كنت في المنتخب عندي بطوله، ف وواحده كمان من الشمس كانت معايا، فالشمس يعني طلب ان هو ياجل الماتش، ومن وقتها يعني احنا كنا مستعدين من بدري، والحمد لله يعني بتوجيهات المدير الفني وعملنا سكاوتنج كويس على الفرقه، والحمد لله قدرنا النهارده ننفذ كلام المدرب. يعني والله هي كل مباراة بيبقى ليها بصراحة سكاوتينج بتاعها، بيبقى ليها يعني تركيزها، بيبقى ليها فوكس على حاجة معينة، احنا نازلين النهاردة نعمل حاجة معينة، نازلين مركزين على لعيب معين، هو ده اللي احنا المفروض ننفذ كلام المدير الفني،
يعني وانس ان احنا بننفذ كلام المدير الفني الحمد لله بنقدر نكسب يعني. الحمد لله ان احنا خلصنا الدور الثاني الحمد لله. كده احنا اول مجموعه. لسه هنقابل بقى بعد في شهر 2 ان شاء الله بطوله السوبر. طبعا الدوري يعني في فرق قويه جدا وفي فرق محترمه جدا، وانا ما اقدرش اقول مثلا ان احنا داخلين كسبانين الماتش وان سايد جيم، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. لا، في منافسه في الدوري المصري، وخلى كمان الدوري بقى شكله كويس وليه نسبه متابعين كتير، وحاجه اصلا في مصلحتنا وفي مصلحه المنتخب عامه يعني. احنا بنعمل اللي علينا وبنتمرن بجد كويس قوي. ده توفيق ربنا يعني، بس احنا يعني نفسنا ان شاء الله باذن الله بنوع جماهير النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله الاربع بطولات ما تخرجش بره النادي. طبعا احنا لعبنا دي تاني مره نلعب الشمس في السيزون ده. الماتش الاول كان فعلا مش اسهل حاجه، النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليهم، قدرنا ان احنا نعمل احصائيات عليهم محاضره امبارح مع كابتن ابراهيم، قدرنا نعرف كل زوايا الضرب، نقاط ضعفهم، ارسالاتهم فين، بيلعبوا فين وكده. بس فقدرنا ان احنا نطبق الموضوع ده النهارده، والحمد لله الماتش مشي سهل قوي الحمد لله. طبعا بوعد جماهير بالدوري وكاس وافريقيا كل البطولات ان شاء الله، والدنيا ان شاء الله السنه دي هتبقى اسهل بكتير من السنه اللي فاتت. عندنا ناس كتيره في الفرقه عندها بدات تتحسن، ادائها بيختلف عن اي سيزون كان عدى. ان شاء الله يعدي علينا بفوز البطولات كلها، ونوعد الجماهير كلهم ان شاء الله ان احنا نكسب البطوله. تقريبا الموسم انتصف بالنسبه للفرق دي، وخليني اقول لكم ان الفرقتين الرجال وسيدات لكره الطائره عندهم اختبار صعب السنه دي. بطوله افريقيا اللي تنظم على صاله النادي الاهلي الامير عبد الله الفيصل دي هتكون تقريبا في شهر ابريل، اتصور هتكون بعد رمضان، والبطوله دي هتبقى بنسبه كبيره، ويمكن الاتحاد الدولي اعلن كده انه البطل بتاع هذه البطوله هيشارك في بطوله العالم للانديه. والحقيقه دي كانت يمكن المره الاولى، عمر ما كان بطل افريقيا بيروح لفرق المستوى الكبير. يمكن دايما البطولات دي بتبقى بطولات تسويقيا اكتر، فبيبقوا محتاجين فرق ليها اسامي دوليا اكبر عشان تقدر تبقى ليها تسويق. ولكن النهارده النادي الاهلي محتاج يشارك في ده، زي السله ما شاركت، وزي اليد ما بيشارك، وزي ما القدم بتشارك، ان شاء الله الطايره رجال وسيدات يشاركوا. فالفريق ده عنده الحقيقه هو والرجال اختبارات كتيره. طيب الفرقتين حتى الان اتحطوا، سواء طايره رجال او سيدات، اتحطوا في اختبارات متوسطة القوة، ما كانش فيه ماتشات قوية. يمكن المنافس التقليدي هو نادي الزمالك، ما تقابلناش معاه سواء في الطايرة رجال أو في الطايرة سيدات. هو ده الاختبار الحقيقي للفرقتين، واللي هيكون في المنافسة على البطولات المحلية أكيد هيكون الفاينل أو هيكون المباراة الحاسمة أمام نادي الزمالك. كل التوفيق طبعا لفرق النادي الأهلي في الاستمرار في حصد البطولات. خبرنا اللي بعد كده ليه علاقة بهذا الفريق، فريق الكرة الطائرة سيدات. حضراتكم فاكرين سهيلة وفيق صانع العاب الفريق اللي سافرت الى الولايات المتحده الامريكيه ولعبت في دوري الان سي دبليو اي، دوري الجامعات في الكره الطائره، ولعبت في احد الجامعات هناك وادت اداء رائع لدرجه ان هي حصلت على العديد من الجوائز هناك، وكانت ضيفتنا ثلاث اربع مرات يمكن اثناء دراستها في امريكا، ولعبت مع النادي الاهلي، انا اسف، لعبت مع منتخب مصر بطوله افريقيا، وجت شاركت مع النادي الاهلي فترات من لما رجعت من الجامعه في اجازه هنا، فكانت بتشارك في فترات التوقف في امريكا سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. سهيله خلصت دراستها هناك في الولايات المتحده الامريكيه ورجعت مصر، ونجح النادي الاهلي الحمد لله لاداره النشاط الرياضي برئاسه او بقياده الكابتن خالد العوضي استطاع انه يتعاقد مع سهيله وفيه عشان تعود للفريق من مره اخرى، واكيد اضافه قويه جدا في مركز صانع الالعاب. وجودها طبعا في الفريق اكيد هيكون اضافه قويه، لان هي اخر بطوله افريقيه مع المنتخب واخده افضل صانع العاب في القاره الافريقيه. وجود سهيله بخبراتها اللي اكتسبتها في دوري الجامعات اكيد هيحط النادي الاهلي في حته ثانيه. طبعا النادي الاهلي اعلن عن هذا التعاقد زي ما شفت حضراتكم الصور على موقعه الرسمي،
واحنا الحقيقه كنا عارفين الكلام ده يمكن شويه بدري، ولكن طبعا الاعلان بيجي هنا في القناه بعد ما النادي الاهلي بيعلن رسميا، عشان النادي الاهلي بيكون ادرى بتفاصيل العقد وتسجيله هذا وهذه الامور. واوضح كابتن خالد العوضي ان سهيله من لاعبات النادي وسافرت الدراسه في احدى الجامعات، وكان التفكير الاول بعد الانتهاء في دراستها وعودتها مره اخرى الى الفريق. دي تصريحات كابتن خالد العوضي، واشار العوضي الى انها تمثل اضافه كبيره، مؤكدا جاهزيتها للمشاركه خلال الفتره المقبله تحت قياده الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني. كده نكون خلصنا اخبارنا داخل النادي الاهلي، هنروح لخبرنا المحلي، وهو له علاقه كمان بمنتخب مصر اللي هيشارك في بطوله السادات الدوليه لكره اليد الاولى في نسختها الاولى، واللي هتستضيفها مصر وتنظمها شركه استادات. منتخب شباب مصر مواليد 2004 اللي هيشارك في البطوله كان عنده مباراه وديه مع منتخب عمان وانتهت بالفوز 28-25. طبعا بيقود الفريق كابتن طارق محروس المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، وايضا المدير الفني السابق للنادي الاهلي، واللي حصل معاه على العديد من البطولات. المنتخب بيستعد للمشاركه طبعا زي ما قلت لحضراتكم بمباراه منتخب عمان. يعني اليد دايما بيعملوا حاجه جميله قوي، البطولات الوديه بيستعد للبطولات الوديه بمباراه وديه، فهنا الاستعداد ما بيقفش بيستمر. اللعيبه اللي حضراتكم شايفينهم دول كلهم كلها سنتين ثلاثه وهيبقوا اعمده منتخب مصر الكبير واعمده فرقهم في الدوري المحلي. المنتخب كان لعب مع منتخب كونغو الديمقراطيه الاول امبارح وتعادل بنتيجه 28-28، وبطوله السادات الدوليه اللي قلت لحضراتكم في الانترو اللي هنذاعها او هننقلها على شاشه قناه النادي الاهلي ابتداء من بكره كل يوم مباراه الساعه 6، مباراه مصر بكره ان شاء الله اول مباراه الساعه 6، والاستوديو التحليلي هينطلق الساعه 5. كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش الودي اللي كسبناه قدام سلطنه عمان، وسجلنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين. اتفرج على التقرير مع حضراتكم ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستضيف المدير الفني الاسباني للفريق الاول لكره الطائره رجال فرناندو مينيوز، ولكن بعد الفاصل. الاستعدادات بتاعه 2004 الحقيقه احنا عارفه بنطلعها من بطن الفريق الاول. عندنا اللي هي بطوله البحر اللي هي بطوله الاول افريكان جيمز، هنروح مكان الفريق الاول وهناخد مطعمين بخمسه لعيبه من الفريق الاول او من المنتخب المحلي اللي هي في غانا. بعدين ان شاء الله هنسافر بعد كده اللي هي عندنا رومانيا والمجر، هنلعب يوم 10 و12 و13، دول هنرد لهم الزياره ان شاء الله في ابريل قبل البطوله افريقيا اللي هتقام في تونس ان شاء الله. هم قالوا انها هتقام في تونس هي 2004 و2006 بس ما ادوناش الايه المواعيد المحدده، لكن ان شاء الله نكسبها ان شاء الله. يعني انا اتفق معايا في المرحله اللي انا بدي فيها دي، انا عايز العب اجسام اقوى منهم وقوه اكتر منهم، وبالتالي هو اللعيب بيتنقل من مرحله الشباب لمرحله الدرجه الاولى، ان شاف جسم اقوى، شاف عمليه تصويب اعلى، شاف قوه. المرحله دي بتنقله من الحته دي للحته دي. انا ما يهمنيش قوي الشغل الفني بتاع الفريق المنافس، انا يهمني ان انا عايز اخد منهم ايه لمصلحه فرقتي، وده اللي انا بشتغل عليه. يعني انا من ضمن الحاجات اللي هنعملها باذن الله كل الفرق الافريقيه اللي جايه، في فرقه بتيجي قبل بطوله افريقيا اللي جايه للدرجه الاولى، انا هلاعب منهم مثلا تنزانيا، هلاعب منهم الكونغو. ليه؟ لان انا عايز القوه دي، القوه دي هتساعدنا لما اروح اوروبا مع الاجسام القويه مع الاطوال تفرق معاهم في الشغل اللي هم كانوا بيشتغلوه. هنخرج بقى من مرحله الناشئين لمرحله الدرجه الاولى، وبالتالي بتساعدهم في حاجات كتير، في السرعه، في القوه، في الاداء، في دقه التصويب، تفرق معانا الحاجات دي قوي. الاحتكاك الجاي هيكون في دوره الالعاب الافريقيه في غانا في الفتره من 4 ل 12 مارس. طبعا احنا دلوقتي بنعمل بعض المباريات الوديه التجريبيه، عملنا مباراه مع منتخب السعوديه المنتخب الاول وفزنا فرق 7، والنهارده وبكره عندنا مباراتين مع منتخب عمان، كان عامل معسكر هنا في القاهره المنتخب الاول عمان، وفي طبعا دوره دوليه هتقام في استاد القاهره، دوره دوليه ثلاثيه فيها منتخب رومانيا ومنتخب المجر. عندنا منتخبين هنلاعبهم هنا اوروبيين، ونامل ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله دي. ده طبعا مش اول طموحاتنا،
بس احنا لينا ان احنا ناخد بطولة افريقيا لان احنا خدنا بطولة الناشئين، فطبعا طموحاتنا ان احنا ناخد افريقيا وان شاء الله فيما بعد. هو الفرق بيكون في كواليتي اللعيبة وطبعا امكانيات، فرق في كذا حاجة يعني، بس كلهم طبعا فرق محترمة واحنا بنلعبهم كلهم كل واحد بياخد حقه. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه اكيد بنرحب بالكوتش الاسباني مستر فرناندو مينيوز المدير الفني للفريق الاول للكره الطائره الرجال. مستر فرناندو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا شكرا جزيلا لكم. مستر فرناندو، في البدايه يعني نحب نعرف كواليس يعني اتفاقك مع النادي الاهلي، اتفقتوا مع بعض ازاي، اتعرض عليك ازاي تدريب النادي الاهلي، خاصه إن حضرتك تمتلك سي في كبير مع منتخب أسبانيا والفرق الكبرى في أوروبا. عايزين نعرف إزاي البداية كانت مع النادي الأهلي والتفاوض ابتدى إزاي. Well, in the last summer. في الصيف الماضي. حينما أنهيت تعاقدي مع الفريق في الموسم الماضي. Mr. Halet contacted me for. السيد خالد اتصل بي ل. Explain me how is the project in. ليشرح لي مشروع النادي الأهلي. How is the situation for to come. وكيف هو الموقف إذا أتيت إلى مصر. From the beginning, from the بالطبع. First because أنا وافقت منذ اللحظة الأولى لأني أعرف تاريخ الأهلي وأنا أتابع كرة الطائرة بشكل عام حول العالم. أنا عرفت ما هو مشروع وما هو هدف الأهلي هذا الموسم فوافقت سريعا. يعني حضرتك قلت في إجابتك أنه كنت متابع النادي الأهلي وشايف وعارف اسم النادي الأهلي، هل تابعت مباريات للنادي الأهلي قبل توليك المسؤولية ولا لا؟ Yes, in general, نعم بشكل عام كمدير فني يجب أن أتابع كل الدوريات حول العالم لأن بعض اللاعبين قد تنتقل إلى أوروبا إلى بعض الدول الأوروبية خصوصا حينما خربت على انتهاء الموسم الماضي، فالسوق مفتوحة لكل الأندية وكل اللاعبين ومن الهم والشيق أن تتابع كل الأندية ready for to find لتكون جاهزا لتجد اللاعبين المناسبين. انا شاهدت مباراتين او ثلاثه للاهلي والزمالك في الموسم الماضي، لذلك حينما السيد خالد اتصل بي وكان لدي معلومات جيده لاعرف الموقف بالتحديد بالنسبه للاهلي. يعني يمكن جماهير النادي الاهلي ما تعرفش الكواليس دي وما تعرفش ان طبعا كوتش فرناندو كان متابع الفريق من قبل ما يجي، ودي حاجه جيده ان المدير الفني جاي على فريق او لما بيجي على فريق بيكون عنده خلفيه وعنده انفورميشن زي ما حضرتك قلت عن الفريق. طيب حضرتك توليت مهمه الفريق، من وجهه نظرك ايه اللي كان محتاجه الفريق؟ يعني من وجهه نظر فنيه، مش هنخش في تفاصيل فنيه مع حضرتك طبعا، ولكن من الخارج من الاطار الخارجي ايه كانت محتاجه الفرقه من وجهه نظر حضرتك؟ One of the important points. واحدة من النقاط المهمة قبل أن آتي كانت أن أعرف 50 أو 60% من اللاعبين من الفريق من المنتخب المصري. أنا لعبت العديد من المباريات أمام المنتخب المصري في الدوري العالمي في المباراة التحضيرية، لذلك أنا أعرف بعض اللاعبين ذوي الخبرة زي صلاح، حسام، العديد من اللاعبين المهمين في مصر، وأيضا العديد من اللاعبين الذين أتوا للفريق. لذلك هذه واحدة من أهم النقاط، أن أعرف عن اللاعبين قبل أن آتي لأستطيع أن أقوم بعمل جيد معهم على تحسين الشخصية والخبرة للاعبين. ومن النقاط المهمة أيضا كانت أن الأهلي لم يخسر طوال الموسمين الماضيين. السيد خالد وضع هذا لي على الطاولة وقال أن هذا حافز كبير أن أفوز بالمباريات، وكان هذا تحديا جيدا لي بالطبع أن أخوض كل هذه النهائيات وأن ألعب كل هذه المباريات. طيب مستر فرناندو، كل مدير فني ليه استراتيجية بيحطها مع فرقته،
لسيناريو بيحطه مع الفرقة، خاصة أن الدوري المصري مش دوري قوي، يعني الدوري المصري هو أهلي زمالك، مع احترامنا طبعا لكل الفرق، ولكن الدوري مش قوي. فالنهاردة عندك أكيد استراتيجية مع الفريق إزاي توصل بيه للتوب فورم في الوقت اللي أنت ما عندكش فرصة أن تلعب مباريات قوية طول الوقت. إزاي تقدر تتغلب على النقطة دي باستراتيجية طويلة الأمل أو طويلة المدة؟ First of all, في البداية أنا we are in one process during all these months. نعمل كمنظومة كوحدة واحدة في هذه العملية. ربما we need a little more time. نحتاج المزيد من الوقت خلال هذا الموسم، خصوصا في الفترة أو الجزء الأول من الدوري بعد توقفات اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب المصري والتحقوا بالفريق متأخرا بعد ذلك، فبالتالي نحتاج المزيد من الوقت. But like you comment, لكن كما علقت أنت، نعم، not all the games and not all the part of ليست كل المباريات في أعلى مستوى المنافسة وليست مباراة جيدة لتحضير وتجهيز الفريق، فبالتالي نحن نستعد جيدا في الأول نحاول أن نجعل اللاعبين يؤمنوا بأنفسهم. هذا هو الأهم بالنسبة لي. كلما آمن اللاعبون كلما آمن اللاعبون بأنفسهم ونريد أن نغير هذا، كلما كان هناك نريد أن نرسل لهم رسالة أنهم يجب أن يعملوا كوحدة واحدة لنصل بهم لهذه اللحظات، ويكون هذا أمر ممكنا أن نعمل كفريق وليس كعمل فردي. فبالتالي بدأت من هناك. نعم، هم يحتاجون لمباريات أفضل فنيا ومن الناحية الخططية ليتطوروا. نعم، مستر فرناندو، بيبقى الفلسفة الأوروبية بتقيم اللعيب حالة، وفي مدارس تانية بيقيم اللعيب بسنه، بيبقى السن عامل مهم في تقييم اللعب. من وجهة نظر حضرتك تقييم اللاعب ازاي؟ هل العامل السن مهم في تقييمه، ولا بالنسبه لك هو الاداء في الملعب، هو القدره على العطاء في الملعب؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني، انت عندك في الفرقه مراحل سنيه مختلفه، في اكتر من جينيريشن موجود عندك في الفرقه، في اللعيبه الكبار، في اللعيبه المتوسطين العمر، في اللعيبه الصغار. فالنهارده انت عندك 3 ليفل من اعمار اللاعبين، بتتعامل مع ده ازاي يا مستر فرناندو؟ ايه not only in Al-Ahli, in the ليس فقط في الأهلي، top teams في كل فرق القمة لدينا أقسام مختلفة، ويجب علينا أن ندير كل هؤلاء اللاعبين. يجب علي أن أحلل الموقف في حل الموقف فريقي الآن، لأن لدينا 3 أو 4 أجيال في الفريق مع خبرات مختلفة، مع أعداد مختلفة للاعبين، شخصيات مختلفة، تفهم أو فهم مختلف للعمل الجماعي، للحياة الاحترافية، للعادات الاحترافية، لتكون لاعب محترف. وربما هذا هو الجانب الأصعب من مهمة المدير الفني. And this is the more important for me. وهذا هو الأهم بالنسبة لي، أن أحاول أن أريهم كيف يكون اللاعب المحترف أو اللاعب ذو الخبرة، ليرشدهم للطريق الصحيح. ولا أتحدث عن الناحية الفنية، أتحدث عن كيف تتصرف كلاعب محترف، ليري اللاعبين الآخرين التصرف الصحيح داخل الفريق. وهذا هو الأهم بالنسبة لي، أن يفهمه اللاعبين الصغار من اللاعبين ذوي الخبرة. بالنسبة للعديد من المدربين، الخبرات أو اللاعبين ذوي الخبرة هو حجر، مجرد حجر في الفريق. ربما هو مشكلة لبعض المدربين، ولكن بالنسبة لي اللاعب ذوي الخبرة هو الذي يصنع الطريق، هو الذي يريهم الطريق. هو اللاعب المهم، ليجمع اللاعبين ويريهم كيف من المهم أن يتعاملوا كلاعبين بالغين ولاعبين محترفين، ليكون مثالا يحتذى بالنسبة للفريق. أنا بحييك على الإجابة دي الحقيقة، لأنه كان مهم جدا نسمع رؤيتك وإزاي تستفيد من كل عناصر اللعبة. واضح أن حضرتك عندك، أو كل اللعيبة، واضح أن حضرتك عندك استراتيجية وسياسة إزاي تتعامل مع كل لعيب، وإزاي تستفاد منه بالطريقة القصوى للفريق في السيستم والبروسيس اللي حضرتك عاملها. طيب، إحنا هنتكلم عن الموسم السنة دي. موسم صعب، موسم طويل، عندك بطولة الدوري،
عندك بطوله الكاس، في بطوله افريقيا اللي هيستضيفها النادي الاهلي على نفس الصاله اللي بنتمرن عليها. ان شاء الله اذا فزنا بالبطوله الافريقيه عندك بطوله عالم ممكن تشارك فيها، في مجموعه كبيره من البطولات. هتتعامل معاها ازاي؟ هل السكواد اللي معاك كافي؟ هل ممكن تحتاج مجموعه من الشباب تصعدهم؟ يعني عايزين نعرف فكرك اكتر ازاي تتعامل مع هذا الموسم الشاق. No, for sure. This is why. لا بالطبع. The reason we have a longer roster in the players. هذا هو سبب أننا لدينا العديد من اللاعبين. Four cups. لدينا لدينا. To arrive four finals and to try to. لدينا أربع كؤوس. ونتمنى أن نصل لأربع أو خمس نهائيات هذا العام. We'll start at the final of February until the. بدأ هذا الموسم بدأ بنهائي في فبراير. Probably. فبالتالي وسينتهي بنهائي أيضا في نهاية الموسم. فبالتالي نعمل بقدر الإمكان لنلعب الأربع النهائيات ونفوز بالأربع النهائيات. أنا متأكد أننا أن كل اللاعبين من الضروري أن يفوزوا بكل هذه الكؤوس. لا أقول أي سر إذا قلت أن الأهلي سيفوز أو الأهلي سيصل لكل هذه النهائيات، فبالتالي نحتاج لكل اللاعبين. وفي البداية أريد أن أدمج بين هؤلاء اللاعبين لأستفيد وأن يكون هذا من الضروري للفريق. بالطبع ستكون لحظات عصيبة من الضغط، وقت قصير بنهائيات كثيرة مع الكثير من الضغط، ولكن الضغط الكبير هو ميزة لنا situation we have in our life. لأن هذا لا يتكرر في حياتنا كثيرا. لدينا نحن سعداء كرياضيين أن نخوض كل هذه اللقاءات وأن نكون في أعلى مستويات في كل هذه النهائيات. فبالتالي أنا أتمنى من اللاعبين، أتمنى أيضا من الجهاز الفني أن يتفهموا وأن يستمتعوا وأن يؤدوا أفضل ما لديهم، لأن هذا هو السبيل أقصر طريق للفوز بهذه النهائيات. طيب مستر فرناندو، اكيد المدير الفني دايما بيبقى محتاج دعم النادي، دعم النشاط الرياضي، دعم مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس، محتاج الدعم في كل شيء، محتاج الدعم في الاكويبمنت، محتاج الدعم في امور الفريق الاداريه. هل الدعم النهارده للنادي الاهلي بيساعدك في اداء مهمتك؟ Sure. نعم بالطبع. حتى الآن. First of all, from the beginning, the club gave me. من البداية والنادي. Technical staff for to work. أعطوني العدد الكافي من الجهاز الفني. High preparation. وناس على أعلى مستوى. Especially with very good motivation. خصوصا لديهم الدافع والحافز الجيد. From themselves to the team. والذي قدموه وأوصلوه للفريق. وأنا سعيد بكل اللاعبين بكل المواقف التي مررنا بها حتى الآن. ربما هذا أمر كلاسيكي أو أمر معتاد أن أتحدث عن العائلة، ولكن الفريق أيضا يجب أن يشعر كأنه عائلة، كما الحال في كل العائلات لدينا بعض المشاكل. ولكن أنا أشعر أن كل لاعب وكل عضو في الجهاز الفني كما ذكرت في النادي بداية من مدير النشاط السيد خالد حتى الرئيس السيد الخطيب، أنا أشعر بالدعم الكامل وأنا في كامل تركيزي على هذه الوظيفة في هذا الموسم. أنا أتمنى أن أبذل قصارى جهدي مع الفريق لأحقق لهم ما يتوقعوه مني. في ملف يعني يمكن أثير وحصل فيه كلام كتير، وهو اللعيبة المحترفين الأجانب اللي بينضموا للفريق. يمكن كنا تأخرنا شوية عن الإعلان أو اختيار اللاعب المحترف التاني. سبب التأخر كان إيه من وجهة حضرتك يعني الفنية؟ ليه تأخرنا في الإعلان عن أو التعاقد أو طلب التعاقد مع محترف تاني؟ ولما تعاقدنا معاه ليه تم الاختيار على اللاعب الأمريكي اللي تم الاختيار به؟ وجهة نظر حضرتك الفنية كانت إيه؟ عشان ده أكيد تساؤل أو إجابة لعدد من التساؤلات لجمهور النادي الأهلي.
I know. أعرف هذا، أعرف أن هذا. أن لدينا لاعبان أجنبيين. الجماهير تعرفهم جيدا. And the reasons is. والسبب هو. One part of the reasons. أو أحد أجزاء الإجابة. الأسباب. هو أنه يعرف النادي ويعرف الدوري ويعرف الجماهير ويعرف طبيعة المنافسة ولعب نهائيات هنا. So when we must decide. لذلك يجب أن نقرر. Sign with one player. أن نوقع مع لاعب. خصوصا في منتصف الموسم وأن نحاول أن نجلب لاعب يعرف كل هذه الأمور ليندمج مع الفريق بشكل أسرع. الجانب الآخر لنوجد توازن في الفريق لنجد أي لاعب كان لاعب يستطيع أن يندمج مع الفريق شخصية ويعرف خصائص الفريق. فبالتالي يوندر غارسيا أو جارت أو مواجتيتا كما ذكرت هو بالطبع يعرفان سيعطونا هذه الخصائص للفريق لنوجد التوازن الذي نحتاجه في الفريق وأيضا ليزيد الفريق خبرة التي نحتاجها. وأكيد يعني اللاعبين أدائهم بشكل أو آخر أو أي لاعب أدائه بشكل أو آخر بيختلف مع الرؤية الفنية، يعني كل لاعب بيأدي الدور اللي مرسوم له من الجهاز الفني وأكيد ده يعني شيء معروف. بس أنا عايز أطلع يعني على سكوب أكبر شوية عن كرة الطائرة في مصر. كرة الطائرة في مصر يعني يمكن شهدت الموسم اللي فات أو الصيف اللي فات فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا بعد فترة طويلة. النهاردة منتخب مصر سيشارك في الأولمبيات القادمة، فإذا الكرة الطائرة لمصر بتاخد خطوة إلى الأمام. شايف الكرة الطائرة المصرية بشكل عام مش النادي الأهلي بقى ماشية إزاي مستر فنلاندو؟ نحن تحدثنا من قبل عن السنوات الماضية منذ 6 أو 7 سنوات. أنا خضت العديد من المسابقات أو منافسات ضد مصر ودائما كنت أرى very high potential players لاعبين لاعبين ذو خبرات لاعبين جيدين جدا وخصوصا على المستوى البدني لديهم الخصائص الجيدة كلاعبين أقوياء على مستوى القفز على مستوى الضرب على مستوى الطول كلاعبين كرة طائرة وليس هذا سهلا أن نجد كل هذه الشخصيات في فريق واحد ولكن كم هم عدد اللاعبون في مصر الذين بهم هذه الخصائص؟ لدينا الكثير من الأجيال في مصر من 15 عاما حتى 21 عاما. لدينا حوالي 30 أو 35 لاعب وفيهم لاعبين قصار قامة كثر، فبالتالي المنتخب المصري جيد the work is in the good way. ولكن إذا استمروا في هذا العمل بشكل جيد سيلتحق المزيد من اللاعبين للمنتخب المصري ويفوزوا بالمزيد من البطولات. يعني أنا كلامي هنا للسادة المشاهدين يعني مهم جدا إنه المدير الفني اللي يعني يتولى المسؤولية يكون مؤمن بقدرات النادي، وده كان سؤالي وكان محوري في الكلام، كان مهم جدا أسأله على الاتجاه ده إنه مؤمن بإمكانيات النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي، ودي حاجة تهمني جدا جدا. الحاجة التانية هو كمان مؤمن مش بس بالنادي الأهلي، لا مؤمن بنوعية اللاعب المصري وإن هو يستطيع إنه يكون في يعني في درجات عالية من الفنيات، خاصة إنه كجسم وكبروفايل زي ما هو بيقول اللاعب المصري يستطيع إنه يعمل كده. فمهم جدا إنه يكون معانا مدير فني مؤمن بده، ودي حاجة لمسناها مع مستر فرناندو وإحنا بنتكلم معاه في حوارنا. بس الحقيقة عايز أروح للجانب بقى شوية الإنساني. يعني حضرتك يعني جيت هنا وسألتك وإحنا خارج الهواء إن حضرتك جيت القاهرة يو 2017 يمكن، فأنا أحب أسألك قدام السادة المشاهدين، أنت مستمتع بإقامتك في مصر، مستمتع إقامتك في القاهرة؟ يمكن إحنا دول البحر الأبيض المتوسط بنشاطئ نفس البحر، فإحنا تقريبا نفس العادات ونفس التقاليد. شايف يعني هل أنت سعيد بإقامتك داخل القاهرة؟ نعم. أنا تأقلمت بشكل كامل وبشكل سريع مع العادات في مصر. أعرف أن مشاكل الحياة هنا، طبيعة الناس، المناخ، ولكن أنا أعيش في قلب مدينة الزمالك، في قلب الحالة من الجنون بين الجماهير، فبالتالي ولكن هذا جميل. الأماكن التي أذهب إليها، المطاعم والمقاهي، وأيضا حينما أسير في النادي أحب أن is perfect so I'm فوقتي هنا رائع.
انا هنا اعيش حياه رائعه. طيب شفنا في بعض في صور نزلت على السوشيال ميديا، صوره تجمع حضرتك مع مستر ديفيد ديفيدز ومستر اجوستي ومدرب حراس المرمى في فريق كره اليد، كنتوا مجموعه طبعا من الاسبان وكنتوا بتستمتعوا بالعشاء. يعني كلمني برضو ليه نجحت المدرسه الاسبانيه مع مصر، حتى المدير الفني للفريق منتخب مصر لكره اليد اسباني، النهارده المدرسه الاسبانيه نجحت باقتدار جوه مصر، ايه السبب من وجهه نظرك؟ يعني احنا كمصريين بنقول في سبب احنا شايفينه، بس انا عايز اسمع وجهه نظرك ليه نجاح المدرسه الاسبانيه النهارده مع الفرق المصريه. It's true. نعم. We would like to have more time for to meet together. نحن كان لدينا فرصة العديد من أن نتقابل أكثر من مرة معاً. Meetings, of course, we don't have too much time. لنعرف. We would like to meet more time. وكان لدينا العديد من الأوقات لنتقابل، ولكن هذا لطيف أن نتشارك هذه اللحظات معاً ونتحدث عن المدرية، عن الحالة الاحترافية للمدربين. ونتشارك الذكريات ونتحدث أيضا عن الموقف مع اللاعبين، وهذا أمر شيق جدا أن نأخذ هذا الحديث بيننا. بالنسبة للمدربين الإسبان كما قلت إسبانيا بلد تحظى بالكثير من الرياضات، لدينا الحظ أننا مميزون في الكثير من الرياضات وأننا ناجحون فيها، ولكن أيضا نحن نحب أن نخرج وهذا ما يجب على المدرب أن يفعله. Okay, I never played نعم. high level because I know. لم ألعب على المستوى الاحترافي أعلى مستوى كلاعب، ولكن to be coach. ولكن أنا بدأت مباشرة لأكون مدير فني. من حوالي 27 عاما ذهبت إلى إيطاليا لأعمل هناك لأول مرة منذ حوالي 27 عاما كمدير فني. ليس فقط بالنسبة لسعة المدينة أو الخبرات، وإنما حينما تعرف ماذا تريد أن تفعل وأن تتبع شغفك لتكون محترفا وأن تستمتع بوظيفتك وأن تعطي كل ما لديك في العمل والحياة، فبالتالي الإسبان لديهم هذه الصفات. نعم نحن نقبل ونأخذ حقيبتنا ونذهب ونحاول ونجرب، وبالنسبة لي هذه المجموعة من المدربين هم بعض من المدربين حول العالم، مدربين الإسبان حول العالم. الحقيقة مستر فرناندو اداني إجابة أنا يعني جديدة ما كنتش الحقيقة فكرت فيها، فعلا الإسبان كشعب هو شعب يعني صدوق جدا وشعب جميل، فهو بيقول لك ان الاسبان بيحبوا ياخدوا شنطتهم ويمشوا ويطلعوا يجربوا حياه جديده، فعلا دي حقيقه وده سر من اسرار نجاح الاسبان ككوتشات او كهيد كوتشز او كلاعيبه كمان، ان هم بينجحوا في اي مكان، ودي الحقيقه كانت وجهه نظر يعني انا شايفها سليمه، بالاضافه ان احنا طبعا نفس العادات ونفس التقاليد، ولكن النهارده الاسبان عندهم كمان ميزه كبيره ان هم بيحبوا يجربوا تجربه خارجيه، خاصه ان هو نفسه طلع ابتدى يمرن حاجه و20 سنه في ايطاليا في بدايه فتره او بدايه حياته. مستر فرناندو خليني اتكلم عن صداع كبير بيقابل اغلب طبعا اللي بينتقلوا للحياه في مكان تاني، وهو الاكل الفود. يعني النهارده بيبقى مهم جدا ان انت بتنتقل من مكان لمكان، فانت الاكل المصري اكل مختلف بشكل كبير عن الاكل الاوروبي ككميات وكنوعيات، تعاملت ازاي مع الاكل المصري وازاي بتاكل وايه اللي عجبك كمان من الاكل المصري وحريص دايما يكون على ترابيزتك؟ فيرست I have a little luck because I know half from. كنت محظوظا لأني أعرف العديد من الأكلات المصرية. أنا أستطيع أن آكل أي شيء وأستطيع أن آكل جيدا في أي مكان وأحب أن أجرب. فبالنسبة لي كان هذا أمر جيدا. After for sure. نعم بعد ذلك. My out of Spain. خلال فترتي خارج إسبانيا أنا عملت في حوالي 6 بلاد أو 7 بلاد، فبالتالي. To go another countries. أنا ذهبت العديد من البلاد وجربت. Some of the food. ولكن بعض الطعام في مصر كان قريبا من الأكل التركي، وزوجتي تركية وهي طاهية ممتازة، أنا معتاد على هذه الأنواع من الطعام. حينما أتي لهنا بعض التغيرات بالفعل في بعض البهارات وهكذا، ولكن الطعام هنا أنا أعتاد على معظم الطعام هنا.
يعني كويس قوي انت قلت لي كده، يعني ده حاجه تسعدني، يعني ان هو انت خدت بسرعه على الحياه هنا. انت اسرتك معاك هنا مستر فرناند ولا انت عايش لوحدك؟ No. لا لا لا. Okay, they stay with me last 2 weeks. هم كان هنا منذ أسبوعين ولكن ذهبوا إلى إسبانيا. We have twins. لدينا توأم. They have the break in the school until. ويجب عليهم أن ينفصل عن المدرسة ليأتوا إلى هنا، وبالتالي يجب أن يعودوا إلى المدرسة. They don't want to come back. لا يريدوا أن يعودوا المدرسة، ولكن. هذا أمر إلزامي علينا. نحن ننظر إلى المستقبل وننظر إلى موقفنا في المستقبل هنا، ولكن حتى الآن هذا هو الوضع. ده شيء يسعدني إن حضرتك مستمتع بإقامتك هنا في القاهرة، لأن ده أكيد هيساعدك على مهمتك. لما تكون في مكان مستمتع بإقامتك فيه، حتى أسرتك نفسها لما بتيجي بتقضي وقت جيد، ده أكيد بيساعدك بشكل أو بآخر أنت تقوم بدورك وبمهمتك هنا. طيب هل رحت أماكن سياحية؟ هل رحت أماكن في مصر اتحركت فيها؟ يعني قول لي أبرز الأماكن اللي أنت زرتها، وإيه يعني اللي أنت أجمل مكان زرته إيه؟ Yeah, for sure. Okay. نعم بالطبع. We went to the classical places. أنا زرت الأماكن الاحتيادية، خان الخليلي، الأهرامات، برج القاهرة، المتحف المصري الكبير ومتحف القاهرة. The Grand Museum will be. المتحف الكبير كان مذهلا. Fully, for sure, for sure. Now it's too small. The part often is okay. ولكن الآن يوجد جزء صغير أزوره، ولكن. But will be really, really amazing. ولكني كنت مستمتع. كان مذهلا. And we visit the main. نحن زرنا الأماكن الرئيسية في القاهرة. كان أمرا رائعا أن أشاهد. Went before, but also for my family. وكان هذا أيضا رائع بالنسبة لعائلتي. To visit all this part was. ليزوروا كل هذه الأماكن، كان هذا أمر رائع ونحن استمتعنا كثيرا. ده شيء يسعدني أكيد، لأنه أنا يعني مصري وبحب بلدي، وأكيد يعني ده حاجة تسعدني إن رؤية الأسبان وقد إيه يعني الشعب الأسباني مقرب جدا للشعب المصري. وأنا بقول لحضرتك يمكن إحنا نفس الطباع، نفس الكالتشر، حاجات كتير مشتركة ما بيننا وبين الشعب الأسباني، فأكيد دي حاجة تسعدني جدا وحاجة يعني مدعاة للفخر. بس أنا عايز أتكلم في نقطة تانية، يمكن أرجع للملعب بقى والنقطة الفنية. وكل مدير فني بيجي بيبقى ليه بصمة، بيبقى ليه لاعب ممكن يكون شايف إنه ما كانش متشاف قبل كده، أو لاعب محتاج فرصة أكتر. كل مدير فني كده، يعني حتى مستر أجوستي في الباسكت بول اكتشف مجموعة من اللاعبين ما كانوش بياخدوا الفرصة مثلا قبل كده بشكل جيد. مستر ديفيد ديفيدز نفس الكلام، كل مدير فني كده. هل أنت شايف في لعيب هيكون بالنسبة له السنة دي هتبقى سنة مهمة جدا وهتعيد اكتشافه تاني؟ مين اللعيب في الفرقة اللي أنت شايف أنه ممكن بشكل كبير تعيد اكتشافه مرة أخرى؟ اوكي حسنا، انا في البدايه لدينا في الفريق لدينا بعض اللاعبين الشباب هم لاعبون جيدون جدا. Probably the names is more real because they are get used to see them. Yes. ربما لم تعتادوا أن تروهم، ولكن نتحدث عن لاعبين في سن 22 عاما تقريبا، وهم يستمتعون بتواجدهم معنا خلال هذا الموسم. شريف رقم 5 وعبدو ليبرو، كل منهم في العام المقبل سيكونوا تحت 19 عاما. كل هؤلاء اللاعبين يتمرنون معنا بشكل طبيعي في الملعب، في التشكيل، خلال المباريات. هم بدأوا يظهروا ما لديهم، ومع الوقت سيكونون جيدين وسيكونون أساسيون في الفريق، وسيعتمد عليهم بشكل أساسي وسيكونون موجودون في أسرع وقت. يمكن إجابة حضرتك يا كوتش فرناندو خلتني لمنطقة تانية. ساعات لما بيكون عندك مجموعة كبيرة من النجوم، مجموعة كبيرة من اللاعبين، النهاردة دي ممكن تبقى يعني زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين، أو بيبقى ليها ممكن تبقى عبء على المدير الفني إنه عنده مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين عايز يلعبهم كلهم، وممكن تبقى حاجة بوزيتيف إنه النهاردة ممكن يوظف اللعيبة دي كلها لخدمة هدف الفريق. شايف اللعيبة الكتار اللي عنده حضرتك في الفرقة والنجوم الكتار من الفرقة، من وجهة نظرك تحليلك لده إيه؟ أو شايف ده تستفاد بيه إزاي؟ في البداية أنا أتفهم معنى أن تكون نجما، أنا أتفهم ذلك، لكن نحتاج لهذه الخبرات في الملعب لتطوير الأداء، لأن الأسماء
وحدها لا تربح اي شيء. الاسماء لا تجعل اللاعب يستمر مش في اعلى مستوى لسنوات عديده، ولكن الموقف الحالي هو ما يحكم. نحن محظوظون كأن لدينا العديد من اللاعبين، حليم، صلاح، لاعبين بخبرات رائعة ويستمروا في إظهار كيف يكون الشغف لكرة الطائرة وكيف نفوز بمباريات للنادي الأهلي. بالطبع يحتاجون أن يكونوا في أفضل حال في هذه اللحظة. من المهم لي أن كل هؤلاء اللاعبين يتفهموا أن أول شيء أنهم يمكنهم أن يلعبوا وأن لديهم فرصة كاملة ليشاركوا، وإذا كانوا مستعدين سيكونوا في التشكيل الأساسي. من المهم لي ليس فقط أن أستغل اللاعبين ذوي الخبرة، ولكن اللاعب الذي في أعلى مستوى وأيضا اللاعبين الآخرين ليكونوا جاهزين في كل لحظة. يمكن أنا برضو كلام للسادة المشاهدين، المنتاليتي بتفرق. يعني النهاردة احنا بنتكلم مع الكوتش فرناندو في اتجاه الفكر في استراتيجيته. النهاردة قال كلمة حلوة جدا عجبتني، أن اللعيبة تبقى في أحسن حال في الوقت المظبوط، مش بس أن يكون في أحسن أبو التوب فورم بتاعته في أي وقت، لا أنا عايزه في التوب فورم في الوقت المظبوط، أو يعني في التايمينج الصح انه يعلى بالكيرف وينزل، بس اللعيبه كلها تبقى بالتوب فورم في الوقت الاون تايم، الوقت المظبوط. الحاجه الثانيه انه الاستغلال اللعيبه كلها دي حاجه، او وجود لعيبه كتار من النجوم دي حاجه مش مقلقه بالمره، دي حاجه كويسه ان اللي هيبقى كويس هو اللي هيلعب. انا بس بسترس على النقط المهمه اللي في حوارنا النهارده اللي هتبقى تبين قد ايه المدير الفني بيفكر وازاي عايز يوصل بفريقه. طب مستر فرناندو، اكيد حضرتك اتفرجت على الفريق المنافس وهو نادي الزمالك، وده وضع طبيعي جدا لان النهائيات هتبقى مع نادي الزمالك. هل تابعت مباراه نادي الزمالك؟ هل شفت الفريق؟ طبعا النسخه الماضيه من الموسم قد تكون مختلفه عن النسخه القادمه اللي حضرتك هتلعبها. هل تابعت نادي الزمالك؟ هل شفت له مباريات ولا منتظر شويه لما نخش في الجد وتبتدي تتابع هذا الفريق؟ نعم بالطبع يجب علينا أن ننتظر لنرى الزمالك الحقيقي بعد ذلك، لأن الآن لديهم الكثير من المشاكل في النادي ووضعهم، البداية التي بدأوا بها ولا يلعبون بالفريق الكامل، ويفكرون في إحضار لاعبين أجانب، فبالتالي ننظر لكل هذا الموقف ودوما نحلل الموقف الزمالك. بالطبع لا أعرف أن هذا الموقف هم يتعمدون ذلك ولا، ولكن لديهم الكثير من المشاكل. أعتقد أنهم سيعودون للنهائي، فبالتالي لا يستطيع أن يخفوا موقفهم أو مشاكلهم أكثر من ذلك. أستطيع أن أقول أن لديهم فريق جيد، سيكون لديهم فريق تنافسي جيد ليعودوا للمنافسة على النهائيات، لذلك يجب أن نكون مستعدين لهم في هذه الحالة. لا أستطيع أن أفكر الآن في الزمالك أو بتروجيت أو جيش أو سبورتينج، يجب فقط أن نركز على عملنا، نركز على كل الأشياء التي ذكرتها لك من قبل، كيف تكون مهما من المهم أن نكون فريقا جيدا للمنافسة، وكل هذا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني يجب أن يفهموا كيف نقوم بذلك لنكون جاهزين للنهائي. بالطبع هذه هي الرياضة، يجب أن نكون جاهزين للنهائيات لنفوز بها، هذا هو الهدف الرئيسي لنا، أن نكون جاهزين، لأننا إذا وصلنا لهذه النقطة جاهزون كفريق واحد، فبالتالي سنكون مستعدين على مستوى الفني للزمالك، وسنعرف ما يجب أن نفعله وما لا يجب أن نفعله لنركز في هذه المباراة. نعم، وطبعا يعني ده كلام محترم إنه حضرتك تنتظر لما تشوف طبعا أكيد الفريق، لأن هم في النهايات بيبقوا بشكل آخر وبشكل مختلف، ولكن ده مهم جدا إنه يبقى الفريق على اتجاه تاني أو تشوف النادي المنافس. ولكن هنا هنرجع لنقطة برضو مهمة وهي علاقتك بالجهاز الفني مستر فرناندو. أعضاء الجهاز الفني معك في اتنين يعني استراتيجيات أو فكرين بيبقى للمديرين الفنيين، إن المدير الفني كنترول كل شيء، إن هو كل حاجة في إيده وهو الكنترولر سواء حتى في الناحية البدنية، وفي يعني الناحية التانية بيبقى فيه استراتيجية إنه بيدي رول أو بيدي دور لكل عضو في الجهاز الفني.
علاقتك بباقي الجهاز ماشية ازاي؟ هل حضرتك من المدرسة دي أو من المدرسة دي؟ اوكي فور شور بالطبع انا المدير الفني يجب ان يتحكم في الموقف بشكل كامل في الجهاز الفني، ولكن بالنسبه لي انا اي تراي اي هوب انا احاول انا امل هم يسمعونني الان، ولكن انا اتمنى أن وفعلت هذا منذ البداية أن أعطيهم الثقة ليس فقط بالكلمات ولكن بالأفعال أيضا، لأعرفهم ما هي وظيفتهم وما يجب أن يفعلوه. بالطبع أنا أجهزهم في كل مباراة، ولكن لديهم الخبرة الكافية ليستعدوا بذلك بأنفسهم. بالطبع أنا أحب أن أكون قريبا منهم لأساعدهم في كل موقف، ولكن أول شيء هو الجهاز الفني يجب أن نخلق ثقة بيننا لنشارك كل شيء وما يحدث بيننا ليشعروا بالراحة معي وأن يشاركوا معي كل ما يحدث. I think we have أعتقد أننا also in the staff to do more steps forward about the situation for sure. أننا قمنا بالعديد من الخطوات تجاه هذا الأمر بالطبع. Until now and نحن نتجمع كثيرا ونتعامل بشكل جيد. لدي أشخاص جيدين في الجهاز الفني محترفين لديهم أهداف ولديهم حوافز ليصنعوا فريقا جيدا، وهذا شيء جيد من جانب النادي لنقوم بعملنا. أنا سعيد جدا، أنا أمل أن يشعروا بذلك من جانبي، لأن هذا من المهم أن أكون قريبا أن نكون جميعا قريبين من اللاعبين. كوتش، يمكن كان من شهر تقريبا المساعدين بتوعك كابتن حسيني والمساعد كابتن محمد على ما أتذكر كانوا موجودين معنا هنا في الاستوديو، وقالوا أن هم بيستفادوا منك جدا بصراحة، وقالوا أنه حضرتك مديهم حرية في العمل ومديهم قد إيه هم بيستمتعوا بالعمل معاك، ودي كانت حاجة كويسة جدا، ودي روح جديدة يمكن يعني جيدة لأن يكون الجهاز الفني يكون حاسين أن هم فاميلي واحدة وأسرة واحدة وأن هم بيستفادوا من خبراتك الكبيرة جدا. طيب شايف يعني الفولي بول او الدوري المصري بشكل عام، الدوري المصري بشكل عام شايفه ازاي ممكن يكون افضل؟ يعني النهارده احنا يعني بيمكن حاجه اداريه شويه بندور عليها، شايف الدوري المصري ممكن ازاي يبقى فيه اكتر من فرقه منافسه؟ هل ده قابل يعني يكون تطبيق في مصر ولا صعب لان هم اكبر ناديين جماهيريا هو الاهلي والزمالك؟ لا أعرف إن كان إن كانت هذه هي الطريقة الأفضل لنزيد عدد الفرق المشاركة، لأن كل دوري لديه مستوى متباين حول العالم، وأن تحاول أن تحسن أدائك في الملعب وأن تحاول أن تحسن أداء الفريق الأول من الجانب الفني. بالطبع تنظيم اللعبة أو تنظيم المباريات لتصنع بيئة جيدة للاعبين والأجهزة الفنية. نعم لدينا هذه المشكلة بالنسبة للجماهير لأن الملاعب لفارغة حتى الآن، حتى نصل للنهائي أو نصل لمواقف أخرى، حتى نصل للبطولة الأفريقية نتمنى ذلك، لأننا نرى جماهيرنا في هذه الحالة. بالطبع يجب أن يكون هناك بيئة أفضل للعبة وللمباريات حول المباراة نفسها، وهذا هو جانب مهم بالنسبة للاعبين وبالنسبة للجهاز الفني ليشعروا بشكل أفضل تجاه المباراة. طب مستر فرناندو، يعني الدوري المصري، الدوري الإيطالي، الدوري الأوروبي، حضرتك قلت إن كل دولة بيبقى ليها يعني ظروفها وكل دوري بيبقى ليه ظروفه، والأحسن بيكون الاتحاد أو المسؤولين عن اللعبة بيطبقوا أكيد الأحسن ليه. شايف منتخب مصر على مستوى الفني يقدر النهاردة يكون من أحسن 6 أو 7 فرق؟ يعني منتخب مصر يمكن بقاله بعيد كتير عن المشاركة، ولكن أكيد إحنا بنحلم بميدالية في كأس العالم، بنحلم بميدالية في الأولمبياد، شايف ده حلم سهل أو قابل للتحقيق مع منتخب مصر؟ اوكي اوف كورس نوت ايزي. بالطبع ليس سهلا. لا ليس سهلا، ولكن بالنسبه لي الامر مختلف تماما. لاتحدث عن الدوري كانديه او ان اتحدث عن المنتخب المصري. الدوري
we are speaking about these 6-5, 6-7 leagues really. نحن نتوقع ست او سبع دوريات حول العالم على اعلى مستوى بخصوص البيئه، اللاعبين، الحياه الاحترافيه. All the situation is not easy. الموقف ككل ليس سهلا ان تصل الى هذا المستوى، ولكن المسابقات الدوليه مختلفه. Is not okay. One medal in one Olympic. أنا خضت هذه المسابقات من قبل. ليس سهلا أن تفوز بميدالية مع منتخب قومي. لديك فقط 12 فريقا في الألعاب الأولمبية. اللي تصل لست أو سبع أعلى فرق ليس سهلا على الإطلاق، ولكن كما قلت أنا أؤمن بالفريق المصري. أن لديكم، أنا عملت في تركيا، في إيطاليا، في إسبانيا، في بلجيكا، بولندا، في رومانيا وفي اليونان. لم أرى هذا الكم من اللاعبين ذوي الجودة. هذه هي الخطوة الأولى، أن نرى كم من اللاعبين يستطيعون أن يصلوا أعلى مستوى، ولكن أن تجد هذا العدد من اللاعبين الجيدين بهذه الخصائص الجيدة للفريق القومي. أنا أؤمن أن العمل الجيد to be in the I don't say one medal. Yes, لا أقول الفوز بميدالية، ولكن هذا أمر، لأن هذا أمر صعب، ولكن لتقاتل على بطولة لتصل المربع الذهبي. نعم، هذا ممكن. نعم، يمكن مستر فرناندو يعني حط ايده على نقطه مهمه جدا، واللي بيميز دايما لما بتروح مكان لازم تشوف نقطه التميز في المكان ده ايه عشان تقدر تبني عليه. هو قال نقطه يعني جميله جدا، قال ان عندنا عدد كبير من اللعيبه كويسين، وده اللي احنا ممكن نقدر نبني عليه عشان نوصل للعالميه او نخش فاينل فور في اي بطوله. هو شايف ان نقدر، ولكن هي مش سهله، ولكن انت عندك عدد من اللاعبين تقدر تبني عليه، ودي حاجه كويسه جدا. انا بتكلم هنا عن منتخب مصر، ان احنا نقدر نوصل لمرحله من المراحل الكبيره او المتقدمه في بطولات العالم. في الحقيقه هو قال لي حاجه اسعدتني جدا، ان احنا عندنا مجموعه كبيره، والنهارده لما يتكلم مستر فرناندو بالخبره الكبيره وعدد الدول والدوريات اللي اشتغل فيها، يبقى اكيد رؤيته يعني اقرب للصواب بشكل كبير. مستر فرناندو، عايز اتكلم عن يعني الناشئين النادي او الفرق الناشئين. هل في تنسيق مع حضرتك مع فرق الناشئين؟ لانه انت بتتكلم عن مشروع، وكابتن خالد العوضي لما اتكلم مع حضرتك في البدايه اتكلم عن مشروع، والمشروع ده اكيد مش الفريق الاول فقط، ولكن المشروع ده اكيد بيضم الفولي بول في النادي الاهلي كله في قطاع الرجال. هل في تنسيق متبادل مع قطاع الناشئين؟ هل حضرتك بتقدر تنسق مثلا مع كابتن حمدي الصافي رئيس جهاز الناشئين في النادي الاهلي؟ في تنسيق او في يعني دراسات مشتركه ما بينكم بحيث ان المشروع كله يكتمل سواء على قطاع الناشئين او على الفريق الاول؟ This is one of the هذه واحدة of the من steps probably in the future is necessary. من الخطوات التي سأقوم بها في المستقبل أن أعمل in a good way. Like I say you before بشكل جيد على هذا الجانب، لأنهم دوما يعملون معنا ويتابعوننا، الاتصالات بيننا وتنسيق بيننا أسبوعيا لمتابعة التمارين والمباريات. بالطبع أنا متأكد من حتى الآن شاهدت 8 أو 10 مباريات لفرق الشباب لأتابع هؤلاء اللاعبين، ليس فقط للأهلي وإنما فرق أخرى. وأعتقد أن من الممكن أن نقوم بمشروع جيد في المستقبل خلال هؤلاء اللاعبين. أنا شاهدت حوالي 3 أو 4 أو 5 لاعبين يستطيع أن يبدأوا، لديهم بعض الخصائص، بعض المميزات. بالطبع سيطوروها مع الوقت. نعم، التنسيق مع المدربين، مدربين الشباب يعمل بشكل جيد، والمنسق معهم يعمل بشكل. نعم، السيد خالد مركز على هذا الأمر لتحسين هذا الجانب من اللعبة. نعم، أنا منفتح لهذا التعاون وهذا التنسيق، وأن يكون في زيادة في المستقبل. مستر فرناندو، أنا عايز أتكلم عن جمهور النادي الأهلي هنا. يعني يمكن مهم جدا نتكلم عن جماهير النادي الأهلي، أكيد بتقابلهم في الشارع وحضرتك ماشي على السوشيال ميديا. يعني جماهير النادي الأهلي عاشقة ومحبة للنادي بشكل يعني مرعب، ودايما بتطالب المركز الاول. جماهير النادي الاهلي ما تعرفش غير المركز الاول. حضرتك اكيد شايف فريق كره القدم، يعني علاقتك مع جمهور النادي الاهلي، شايف الجمهور النادي الاهلي ازاي؟ شايف دعم جماهير النادي الاهلي ازاي؟ هل دي نقطه قوه كبيره للنادي الاهلي؟
So of course normal the fans. نعم هذا feels, no? هذا طبيعي أن يشعر الجماهير هذا الأمر تجاه النادي. Club like the fans of إنهم يحبون نادي مثل الأهلي. This club is normal. وهذا النادي wishing the best. دائما يتمنون له أن يفوز بكل شيء. نعم هذا أمر طبيعي جدا. يجب علينا أن نحترم هذه الرغبة. ونحن نعمل نقوم بعملنا كمدير فني كجهاز فني ولاعبين. وأول هدف لنا هو أن نفوز المزيد من الأهداف بالمزيد من المباريات. ولكن ولكن أيضا نفعل ذلك لأجل الجماهير. لأننا نعرف كيف يعانوا حينما نخسر مباراة أو نخسر كأس. لا نريد أن نجعلهم حزينين. هذه ليست أول مرة أن أعمل مع نادي لديه جماهيرية كبيرة في العديد من الرياضات. نعم أنا رأيت ذلك وأرى كيف يعاني كيف تعاني الجماهير حينما لا يفوز الفريق. يجب أن يتأكدوا أننا لا نستطيع أن نقول نحن نستطيع أن نستعد بشكل 100% حتى حتى نلعب المباراة ونبذل أقصى ما لدينا ولكن الجماهير يجب أن يكونوا متأكدين أننا نقوم بأفضل ما لدينا. واحدة من الأشياء التي أشعر بها يوميا في هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني أيضا مانجر سايكو بداية من تيفا والحسيني وبلايرز اوف الاليت وكل اللاعبين في النادي الاهلي از نوت اونلي ذا بلايرز از ان ذا ليس فقط اللاعبين والجهاز الفني كلهم هاو دي فيل ذيس لوف فور ذا اشعر بحبهم لهذا النادي وكيف يبذلون أرواحهم ويبذلون قصارى جهدهم للنادي. يجب على الجماهير أن يهدأوا وأن يتأكدوا أننا نبذل قصارى جهدنا لنفوز. هذا أولا. أنا أتمنى أن نحتفل بكل بالأربع فؤوس معا مع الجماهير. إذا لم نفوز أتمنى أن نحزن معا ونشارك مع بعض هذه اللحظة. جميل جدا أن تلاقي المدير الفني مقدر جمهور النادي وعارف قد إيه النادي الأهلي يعني جماهيره بتحبه وبيقول لهم الحق إنه يحبوا النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق وكمان إنه بيشتغل كل اللي بيعمله عشان يفرح هذه الجماهير فدي حاجة أكيد بنقدرها مستر فرناندو. يعني مستر فرناندو هل حضرت مباراة كرة قدم في خلال فترتك للنادي الأهلي في أي في الملعب ولا ما تصادفش في وجودك في الملعب؟ No until now no. أنا أحب كرة القدم وأستمتع بها. شاهدت بعض المباريات في التلفاز ولكني أتمنى أن أذهب إلى الملعب المباراة لأشاهد النادي الأهلي بالطبع. إن شاء الله في المباراة المهمة ان شاء الله نظبط يعني كلنا مستر اجوستي بوش وحضرتك ومستر ديفيد والمجموعه كلها وممكن نحضر مباراه بس يكون الوقت مناسب بالتدريبات والماتشات بتاعتكم ان شاء الله. مستر فرناندو انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني الحقيقه كان حوار جميل وقد ايه يعني دخلنا في عقليتك ودخلنا في المينتاليتي ازاي بتفكر. بشكرك نورتيني وشرفتيني مستر فرناندو. First of all, thank you to you. في البدايه شكرا لك. انا مرتاح كثيرا بهذا اللقاء معك. كان لقاء شيقا. أود أن أبعث رسالة لعائلة السيد فاروق العمري فاروق. أنا أود أن أقول أنه بطل حقيقي لهم لكل هذه العائلة. كل نتضامن معكم بكل قلبنا ونتمنى له الشفاء العاجل. أشكرك مستر فرناندو على مشاعرك الطيبة. أشكرك جدا ولمست قد إيه يعني ان انت واحد من عيله النادي الاهلي. يعني بعد هذا اللقاء انا اعتبر مستر فرناندو وان اوف اور فاميلي ودي حاجه تسعدني جدا وبشكرك ومشاعرك وصلتنا مستر فرناندو ونتمنى لك كل التوفيق وهنحتفل ان شاء الله في الاستوديو وفي المكان ده باذن الله بالبطولات على ايدك ان شاء الله. بالطبع انا اعدكم ان اكون هنا ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع مستر فرناندو. شفتوا قد ايه بيحب النادي الاهلي. شفتوا قد ايه احساسه بقيمه النادي الاهلي. اللقاءات دي مهمه عشان تقرب جمهور النادي الاهلي من الاجهزه الفنيه وتشوف قد ايه الناس مستمتعه بالعمل النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي على قدر كبير بالانديه الاوروبيه. نادي الكل بيحب يشتغل فيه. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.